هي الجولة الأخيرة من الدوري المحترف الأول موبيليس، مرحلة حسم البقاء أو مغادرة دوري الأضواء، والمرشح للسقوط أمل الأربعاء يستقبل مولدية الجزائر على ملعب إسماعيل مخلوف من أجل تفادي الانكسار. أشبال ميهوبية كان لزاما عليهم في هذه المواجهة فرض ضغط رهيب على أشبال البرتغالي آرثور جورج منذ البداية من أجل تحقيق الهدف واللعب بأريحية أكبر. في شوط أول صار باتجاه واحد وشباك العميد الذي وبالرغم من الفرص السانحة للتهديف من جانب الأربعاء بقي نظيفا إلى غاية نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي. المرحلة الثانية سارت كسابقتها ولا سبيل لبقاء الزرقاء في المحترف الأول سوى التسجيل، وهو ما جاء سريعا وبعد ثلاث دقائق عن بداية الشوط الثاني بأقدام درفلو، هدف غابت ردة فعل المولودية عنها وهي التي تلقت هدفا ثانيا في الدقيقة 69. هدف راح الفريق من عبء ثقيل وبث السكينة في قلوب عشاق الأمل لترد بعدها المولودية ولو متأخرة بهدف خثر في الدقيقة 2 من الوقت الضائع. أعلن معه الحكم عن نهاية المواجهة بتقدم الأربعاء بهدفين لهدف، فوز ضمن بقاء الأمل في المحترف الأول وجاء باستقالة رئيسه عماني من على إدارة الزرقاء. كل حال احنا عندنا فريق كبير، والمشكل اللي جعل الفريق هذا هو الأنصار اللي كما يقول لك بعض الأنصار اللي ما يحبوش الفريق هذا، فاهم؟ يحبوا غير المشاكل وهم ما يعرفوا والو فوتبال. هذا كي نقول لك ما يعرفوا والو فوتبال، ماشي ما يعرفوا والو فوتبال، كي تقول 3-5-2 يقول لك بالك مانيش عارف هذه جات حاجه مسمى ولا. هادو الانصار هادو كاين انصار الاوفياء اللي يحبوا الفريق، انا نشكرهم، وهادو الانصار اللي خلاو الفريق هكذا، انا نقول لهم روحوا جيبوا رئيس جديد وان شاء الله الفريق هذايا يكون في المستوى. والله العظيم يا خوتي غير ما يلقاو بريز دو راجل كيما هذا الاربعه مستقل رسميا 100%، انا ما نقدرش نزيد مع هاد الانصار هادويا، انا ما نقدرش نزيد معهم. المهم احنا الهدف تاعنا الوحيد هو كان يعني البقاء، الهدف الثاني وصلنا للنهائي قدر الله ما شاء فعل مشات لنا، ولكن اليوم احنا متاهلين لكاس الكاف ما تنساوش بعد النتائج كلها، يعني هذا عام مبارك على الفريق كله على لا فيديو الاربعه اي لي سوبورتور كي ميريت بلوس كو سا فريمون. السيزون بروشان الاهم ان شاء الله المولوديه تلعب دور يعني دور احسن من هذا الموسم، ان شاء الله تكون من ما بين على الاقل الخمسه الاوائل في البطوله ان شاء الله، والرئيس يكمل ولا ما يكملش. قلت لك انا قلتها مجلس اداره هو اللي قرر قلتها ونعاودها باللي الببليك تاعنا قاصر، الببليك تاعنا اللي حقنا النتائج الايجابيه في كوتوب، نشكر بزاف الببليك تاعنا وان شاء الله نخلفوا لهم في الموسم القادم ان شاء الله.